اولا اذا ارجع واقول انه هذه الحكومه احنا نعرف كيف تشكلت، يعني بشق الانفس تمام تنفست الصعداء، وهي فرصه بالنسبه للجهه الاكبر اللي بشكلتها اللي هو الاطار التنسيقي. هي الفرصه، لكن الاطار يقول نحن تحالف اداره الدوله. اي ما يخالف، تحالف اداره الدوله من الجزء الاكبر منها. العمود الفقري، هو الاطار التنسيقي. الاطار التنسيقي الان امام مسؤوليه، سواء الشخص اللي كان على راس هذه السلطه التنفيذيه الان دوله رئيس الوزراء كان سيد محمد شياع، استاذ حيدر ملا، مهما يكن مضطره شاءت او ابت، مضطره انه تلزم ظهره في الوقت الحاضر. اكو ظروف، فهي واحده من الظروف الموضوعيه الجيده التي تخدم، لانه يدرك انه سيد محمد شياع هم يدرك انه الاطار في المحك، يعني امام الجماهير والناس تنظر الى المستقبل القريب، الناس ما عاد الصبر ترى بالنسبه للخدمات وبالنسبه للامور الثانيه. هاي واحد. اثنين، الامر الثاني، ولهذا اكو هدوء سياسي نسبي مو نسبي. قاسم يقول لا، الهدوء قبل العاصفه ان شاء الله ما يكون هدوء قبل العاصفه، يعني قصدي انا من اقول ان شاء الله ما يكون، مو يعني لانه ما نريد الحكومه تستمر وتستطيع ان تخدم. لو نرجع للمربع الاول، مربع الانغلاق والانسداد والى اخره. ثانيا، الاقتصاد العراقي على الرغم من انه اقتصاد بدائي جدا مع الاسف، نظام مصرفي جدا بلا هوية، ومع يعني مع الاسف، لكن مع هذا اقتصاد غير ما عنده غير منذر بالانهيار. بسبب ليش؟ لانه معتمد على النفط، والنفط اليوم سعره عالي، وحرب اوكرانيه يتوقع لها ان تستمر اطول، وهذه الطاقه سعرها ما دام سعرها عالي الاقتصاد العراقي راح يكون منتعش. فهي فرصه لهذه الحكومه ان تثبت نفسها شخصا واحزابا سياسيه او تحالف. اذا الظروف الفنيه الماليه السياسيه متوفرة. زين، تبقى على انه هو الشخص